عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نصاوب حريشات صغيرين اللي كيجيو بنان ورائعين في المنظر. المهم هنا كنبداو، عندنا السميدة الرقيقة تقريبا انا درت نص كيلو، يعني شوفوا نتوما القياس اللي بغيتو. المهم في هذا القياس اللي عندي انا كندير هنايا تقريبا معلقة صغيرة ديال الملحة مع معلقة ديال السنيدة سكر، شوفوا يعني حسب الذوق نتوما. كندير هنا معلقة صغيرة تاع الخميرة ديال الحلوى، بعد ما كندخلوا الخميره ديال الحلوه كنضيفوا نصف يعني كاس ديال زيت الزيتون، كندخلوا فيها زيت الزيتون مزيان. بعد ما كندخلوا فيها زيت الزيتون مزيان نكون هنا خدينا معلقه صغيره تاع الخميره معجونه مع شويه ديال المدافي، كنضيفوهم. كناخذ هنا كاس تاع المدافي، كنبقى كنضيفوا الحرشه ديالنا حتى كنشوف ان القياس ديالها هو هذاك. المهم انا راه كاس كبير راه كفاني في هذا القياس. المهم كتجيكم بحال هكا، غادي نخليها شي شويه تخمر وترطب ومن بعد نبدا نطيبها. بعد ما كتطلق يعني كترطب الحرشه ديالنا كنجيبو هنا واحد الطبسي كنديرو فيه السميده، كنبقاو كناخدو كويرات صغيورين حيت هادو بغينا نديرهم حرشات صغار، يعني كنمرمدوهم في هاد السميده. بعد ما كنمرمدو الحاجات الصغيرين في السميده كناخدو هادي يعني هادي البلغطه تاع قرعه، يعني شوفوا نتوما اللي عندكم، باش كناخدو القياس كيجيونا حاجات صغيورين وزويونين بزاف بحال هكا. حاولوا تخلوهم شي شويه طالعين يعني ما ترقوهمش بزاف باش ما تجيكمش قاسحه. كنكونوا دابا ردينا المقله ديالنا كتسخن. المهم كنستمروا بهذه الطريقه كما كتشوفوا، تنقرصوا كنضيفوا لها من الفوق السميده باش ما تلصقيناش في المقله، ومن بعد كنضيفهم في المقله. كما كتشوفوا انا هنا ضفتهم في المقله اللي سخنتها، دهنتها بشويه الزبده ودرتها بشويه السميده، هنا ضفتهم. المهم كيبداو يطيبوا كنقلبوهم. المهم الحرشات ديالنا بعد ما طابوا كيجيو غزالين بزاف، كيجيو رطبين وبنان يعني رائعين، وفي ساعة كيتوجدوا. نتمنى تجربوهم بألف صحة وعافية، وكنتمنى اللي أول مرة كيزور القناة يشجعني وينخرط معايا في القناة. كنتمنى نكون خفيفة على قلبكم، ونتمنى نكون فدتكم بالصحة والراحة.